مرحبا. رجعت الحرارة لمعدلاتها السنوية بعد الارتفاع الكبير اللي شهدته بالأيام الماضية. إذا طقسنا ربيعي مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة وخطيطة على الجبال. ننتقل هلأ لنشوف الحرارة ببعض المناطق اللبنانية. الأشرفية 25 درجة، علي سجلت الحرارة 22 درجة، بشري 20 درجة، أما عنجر 28 درجة وانخفاض بالحرارة ليلا. كيف رح يكون طقسنا بهاليومين؟ منشوفهم سوا. 3 أدناها 18 أقصاها 25، 4 أدناها 17 أقصاها 25، أما الخميس أدناها 17 أقصاها 24 درجة. هيدي كانت أحوالنا الجوية. مننتقل هلأ للنشرة الإخبارية وخليكن بالجو. باي.